السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أود أن أنوه في بداية هذا اللقاء أن الهدف من هذا البرنامج لم يكن أبداً أن نحكي حكاية بني إسرائيل على سبيل الإثارة والتشويق ورواية القصص، وإنما نتحدث هنا عن المحطات المركزية في تاريخ طويل مليء بالأحداث المثيرة والعبر الكثيرة. لذا سنتوقف عند المحطات المركزية فقط، نفصل أحياناً ونوجز أحياناً أخرى، نستخلص العبرة من الفكر، نريد أن نرسم صورة واضحة لهذه العقلية المبهمة والمعقدة. نحن هنا لا نسرد التاريخ للتسلية، وكما قيل لا نروي حكايات كي ينام الأطفال، وإنما نرويها كي يستيقظ النيام. في اللقاء السابق، في الحلقة السابقة، وصلنا إلى دخول بني إسرائيل إلى مصر سنة 1532 قبل الميلاد. كان عددهم عندها 70 فردا، يعقوب عليه السلام وعائلته، أبناؤه 11 كانوا 70 فردا، والواحد 71 كان قد سبقهم إلى مصر وهو يوسف عليه السلام. أسماء هؤلاء الأبناء حسب الرواية الإسرائيلية هم روبن، شمعون، ليفي، يهودا، يسشكر، زفولون، بنيامين، دان، نفتالي، جاد وآشر. 11 من الأبناء، والثاني عشر هو يوسف عليه السلام. هناك يعني تشابه كبير بين الروايات الموجودة في القرآن الكريم، القصص القرآني والرواية التوراتية، اختلافات بسيطة في بعض التفاصيل. فمثلا تتطابق الروايتان في الحديث عن عدد الأخوة والرؤية أيضا، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني أرى، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. في التوراة يرد نص تقريبا مطابق، يتحدث عن 11 نجما والشمس والقمر، وأن الشمس هو يعقوب والقمر هي راحيل زوجته. بالإضافة إلى ذلك، تضيف الرواية التوراتية أن يوسف عليه السلام كان قد رأى رؤيا سابقة، كان رأى في منامه أنه في حقل للشعير يحصد الشعير هو وإخوته 11، وأن السنبلة، السبلة، السنبلة التي قطفها يوسف عليه السلام انتصبت، وقفت، وباقي السنابل التي قطفها إخوته انحنت لهذه السنبلة، يعني شيء مشابه لانحناء الكواكب. وكان ذلك يعني يفسرونه على أنه مشابه لانحناء الكواكب والشمس والقمر يوسف عليه السلام، وهذا كان دليل على نبوته وسجودهم له. من هنا جاء عدد الأسباط. الأسباط الاثني عشر هم أبناء يعقوب عليه السلام، الاثني عشر، الأحد عشر أخ الذين ذكرناهم، وبالإضافة ليوسف عليه السلام أصبحوا اثني عشر. إذا دخل بنو إسرائيل وانضموا إلى دخلوا إلى مصر وانضموا إلى يوسف عليه السلام. بالمناسبة، في التوراة يسمى يوسف، وحتى اليوم يسمونه اليهود يوسف الصديق، وهذا أيضا مطابق للرواية القرآنية في سورة يوسف آية 46: يوسف أيها الصديق، عندما خاطبه الفرعون، أو من أرسله فرعون إلى يوسف عليه السلام في السجن، خاطبه بلقب الصديق، يوسف أيها الصديق. أيضا لقب الصديق موجود حتى اليوم، يسمونه يوسف الصديق، يوسف الصديق. القصص في القرآن والتوراة في هذه الأمور متشابه بشكل كبير، هناك اختلافات بسيطة. يعني مثلا تقول الرواية التوراتية أن إخوته قاموا ببيعه لقافلة من التجار، وليس أنهم ألقوه في غيابة الجب وجاءت السيارة أو جاءت القافلة وأخذته. ويقولون أنه بيع إلى رئيس الطباخين في مصر في بيت فرعون، وبقي يتربى في بيته إلى أن افترت عليه زوجة هذا الوزير أو المسؤول ودخل السجن. وهناك قام بتفسير الرؤيا لاثنين، ولكن ليس لزملائه في السجن، وإنما كان أحدهم وزيرا للمأكولات والآخر وزيرا للمشروبات في قصر فرعون. ثم
طلب منه فرعون أن يفسر له الرؤية الواردة في القرآن عن سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ثم يقوم فرعون بتعيينه على خزائن الأرض. هذه كلها لا خلاف فيها، حتى عندما جاء إليه إخوته في السنوات القحط وطلب منهم أن يحضروا أخيه الصغير، وكل هذه التفاصيل وكيف وضع المكيال أو الكأس في الرواية التوراتية في رحل أخيه، كل هذه الأمور متشابهة ولا خلاف جوهري في ذلك. حسب الرواية التوراتية يتبدل هذا الحاكم، يتبدل الفرعون في مصر الذي كان قد أكرم يوسف عليه السلام وأكرم قومه، وكيف جاء بنو إسرائيل واستقروا في مصر في ظل هذا الحاكم، وكيف عملوا بالتجارة ونشطوا وإلى آخره. ولكن عندما أصبح هناك تغيير للحكم، أراد الحاكم الجديد أن يغير رجال الحاكم الذي قبله، فانقلب على يوسف عليه السلام وعلى بني إسرائيل، وبدأت حكاية الاستعباد والإذلال والقتل وإلى آخره، وقتل الأطفال البكور. هذه الحكايات متشابهة، هذه الروايات متشابهة بين الرواية القرآنية وبين الرواية التوراتية، تفاصيل بسيطة تختلف ولا تغير من المسار الرئيسي للقصة. ولكن هنا نريد أن نأخذ شيئا من هذه الرواية، هذا التشابه بين القصص وفي الأسماء أيضا، أخذه الإسرائيليون حديثا ليوثقوا به وليعززوا به سلبهم لحقوق الغير. مثلا الاسم يوسف موجود عند المسلمين كما هو عند اليهود، لأنه نبي ونؤمن بالأنبياء جميعا. هناك في قبر في نابلس اسمه قبر يوسف، هذا يوسف هو اسمه يوسف دويكات، كان شيخ صوفي عاش قبل قرنين أو ثلاثة في العهد العثماني، توفي فأقاموا على قبره مقاما كما ينتشر في الكثير من بلادنا، بغض النظر عن الحكم الشرعي في هذه الأمور، ولكن قبر لمسلم أقيم عليه مسجد صغير وبقي حتى العصر الحالي. وسأعرض لكم الآن بعض الصور القديمة والحديثة، من بعضها من العهد العثماني، وحتى هناك رسم من القرن السابع عشر، رسوم التاسع عشر آسف، هذه صور ورسومات قديمة وصور حديثة أيضا، كيف يدخلون الآن إلى هذا القبر بحجة أنه قبر نبي الله يوسف. يوسف عليه السلام عاش في مصر وتوفي في مصر، فالشيء المنطقي أن يدفن في مصر. لم يكن هناك أي صلة بين بني إسرائيل وبين هذه البلاد، ولا ضمن أي رواية، حتى في الرواية التوراتية لم يكن هناك صلة بينهم وبينها، موجودين في مصر لم يخرجوا بعد. موسى عليه السلام ولد بعد ذلك بسنوات طويلة، بأكثر من 150 عام، فكيف جاء قبر يوسف إلى نابلس؟ هم يدركون ذلك. حتى في الروايات اليهودية، في الروايات العبرية، لا ذكر لمكان دفن يوسف عليه السلام أو أنه أصلا دخل إلى فلسطين، ولكنهم يستخدمون هذا التشابه في الأسماء لزراعة أوتاد استيطانية في قلب المناطق العربية، وما زالوا حتى اليوم يقتحمونها ويؤدون طقوسا تلمودية تحت حماية قوات الاحتلال وتحت سمع وبصر أجهزة السلطة الفلسطينية المظفرة. هذا في استغلالهم لتشابه الأسماء والروايات. ومن الطبيعي المعلوم أنه لا يوجد نبي معروف مكان دفنه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، غير ذلك كل الروايات لم يثبت صحتها أبدا. والروايات القديمة التوراتية والمؤرخين الأجانب والمستشرقين لم يشر أحد إلى أن يوسف عليه السلام خرج من مصر أو دفن في غير مصر. فهذا رد على ادعائهم بأن هذا المكان لهم وأنهم أحق به منا. إذا نستمر في مقارنة الروايات القرآنية والتوراتية، ولد موسى عليه السلام
بني إسرائيل تعرضوا للاستعباد، تعرضوا لأحكام بقتل المواليد الذكور. ولد موسى عليه السلام في هذه الظروف في سنة 1392 قبل الميلاد حسب الرواية الإسرائيلية، جاء في هذه الظروف، والروايات الإسلامية واليهودية تتطابق في أن الله أمر أمه بأن تضعه في المهد وأن تتركه في اليم ويأخذه آل فرعون. هنا يقولون أن بنت فرعون هي التي أخذته، ومن هنا جاء الاسم، هي التي أطلقت عليه الاسم موشي، وهي مأخوذة من كلمة مشاة في اللغة العبرية، وتعني سحبة، تعني سحبة، أي أن كلمة موشي أخذت من كلمة سحبة، لأن ابنة فرعون سحبته من اليم، ولأنه أيضا مشى بني إسرائيل، سحب بني إسرائيل من مصر من العبودية وأخرجهم إلى سيناء. فمعنى الاسم موشي معناتها مشتقة من كلمة مشى في اللغة العبرية، وتعني سحبة، سحبته ابنة فرعون من اليم، وهو سحب بني إسرائيل من العبودية من مصر وأخرجهم إلى الحرية. هذا معنى الاسم فرعون. بالمناسبة أخت موسى عليه السلام يقولون أن اسمها كان مريم، يعتبرونها نبية، ويقولون يسمونها النبية مريم، وهي واحدة من سبعة نساء يثبت لها اليهود النبوة. يقولون أن هناك سبعة أنبياء من النساء، وهن كما ورد في المصادر التوراتية سارة ومريم وحنة ودفورة وحلداء وأستر وأفيجيل. هؤلاء السبعة هن سبع نساء يقول اليهود بأنهن من الأنبياء، ولكن لم يرد شيء حول الرسالات أو التعاليم التي جئنا بها أو والقصص التي رويت عن هؤلاء النسوة لا تختلف أبدا عن قصص النساء في التوراة، القصص التقليدية التي ذكرنا بعضها وسنذكر بعضها في لقاءات أخرى، وهي تتمركز حول المكر والدهاء والدسيسة والخديعة والغيرة وما إلى ذلك من الصفات التي تنسب إلى النساء، وخاصة في بيوت النبوة حاشا لله وحاشا للأنبياء ونساؤهم أن تكون فيهن هذه الصفات. تبدأ الاختلافات بين القصص القرآني والرواية التوراتية بالظهور بشكل جلي مع بداية قصة موسى عليه السلام مع فرعون. موسى عليه السلام وكز رجلا فقتله فخرج إلى مدين، هذه كلها متشابهة، ثم أمره الله بالعودة لأن يطلب من فرعون ليخرج بني إسرائيل، وقبل ذلك أن يعرض عليه الرسالة. هنا الاختلاف الرسمي، الاختلاف الكبير بين الروايات، في حين أن الرواية الإسلامية تتحدث أن موسى عليه السلام وهارون أمر بأن يذهب إلى فرعون فيخاطباه بالخطاب العقلي والخطاب المؤدب والخطاب وأن يحاوروه، لكن الرواية العبرية التوراتية تتحدث عن شيء مختلف تماما. دائما تذكروا أنهم يقدسون القوة المادية، حتى اتباعهم لموسى عليه السلام هم يسمونه موشي رافينو، سيدنا موسى، يميزونه عن باقي الأنبياء، ويعتبرون حتى دين يهودي يسمى أحيانا دات موشي، دين موسى، وهو يعني أهم نبي على الإطلاق عندهم. أتعلمون لما هذا الاتباع لموسى عليه السلام؟ جميع الأشخاص المحوريين في التاريخ الإسرائيلي منذ بدء الخليقة وحتى اليوم كان لهم قوة مادية واضحة، وموسى عليه السلام يقولون أنه كان غنيا جدا، كان فاحش الثراء. من أين جاءت هذه الثروة؟ هناك من يقول أنه وجد داخل خيمته منجما من الأحجار الثمينة، الأحجار الكريمة، وهناك الرواية الأشهر تقول، لاحظوا الافتراء على الأنبياء، أنه باع ما تبقى من نقش الألواح، يعني هناك ألواح من الحجر نقش عليها تعاليم الله في سيناء، البقايا الحجر هذه التي تكسرت أخذها وباعها بأثمان كبيرة جدا، ومن هنا جاءت ثروته. يعني نبي مرسل يتنزل عليه الوحي وتتنزل عليه تعاليم الله في هذا الموقف العظيم، فاضي يروح يبيع بالآثار الحجر؟
تفكيره متركز بكيف يجمع ثروة مادية، صلتهم بالنقود بالمادة واتباعهم للقوة المادية لا يمكن أن يتجاوزوها. هذه ركيزة أساسية في العقلية الإسرائيلية، لا يخضعون لسلطان العقل ولا لسلطان النبوة، إنما لسلطان القوة المادية، مال، سلاح، ذراع، قوة. وهنا أساس الاختلاف بين الروايتين الإسلامية واليهودية في القصة بين موسى وفرعون، وهذا ما سنعرضه لكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بعودتكم. إذن فقد استعبد فرعون بني إسرائيل وقام بتقتيل أبنائهم وإلى آخره. مات هذا الفرعون، فأخذ بني إسرائيل يضرعون إلى الله، استغلوا هذا الفرصة، فراغ الحكم، بدأوا يصلون ويجأرون إلى الله بالصلاة والدعاء أن يكشف عنهم هذه الغمة وهذه المصائب. وأريد أن أقرأ لكم جملة قرأتها يعني في المصادر العبرية وأترجمها لكم وأعلق عليها إن شاء الله. بني إسرائيل من التسليم تهافقاع المنات للزعوك الإلهيم، إلهيم شميع لتفيلتام، زخير تبريتو عمها أفوت، ومخليت اللي هو تسيت بني إسرائيل من إسرائيل. وقد استغل بنو إسرائيل موت فرعون الذي أمر بذبح أبنائهم واستعبدهم ولجوا بالصراخ والدعاء إلى الله، فسمع الله صلاتهم وتذكر عهده لآبائهم وقرر أن يخرجهم من مصر. تذكر عهده لآبائهم، هل كان الله ناسيا؟ هل نسيهم الله؟ هل ينسى الله؟ نعم، لكن ليس بمفهوم النسيان البشري الذي يعني غياب مؤقت للمعلومة عن العقل، وهذا نوع من النقص وحاشا لله أن يكون كذلك، وإنما بمفهوم الآية: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. والنسيان هنا بمعنى أنهم تركوا أوامر الله فترك الله أمرهم. الآن بالله عليكم، في كل الشعوب على وجه الأرض، من أكثر أمرا بالمنكر، ومن أكثر نهيا عن المعروف، ومن أكثر قبضا لأيديهم؟ إذن هذه تعطينا إشارة أن المجموعة البشرية أيا كانت، حتى لو كانت من المؤمنين وفيهم أنبياء وإلى آخره، إذا تحققت فيهم هذه الصفات، الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض اليد، فإن الله ينساهم، ينساهم من رحمته، ينساهم من ظله، ينساهم من ويتركهم لأنفسهم، يتركهم لأمرهم. هذا معنى نسيهم الله هنا في هذا المقام. قلنا أن الاختلاف الرئيسي في الروايات الإسلامية واليهودية قائم على فكرة أن الله أرسل موسى وأخيه هارون إلى فرعون بالحجة والبينة وأمرهم بحسن الخطاب، بينما في الرواية الإسرائيلية الرسالة قائمة على القوة والجبر. يعني في القرآن: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، طه 43-44، قولا له قولا لينا، طب ما هو طغى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إقرار من الله، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. في المقابل ماذا يقول، ماذا تقول التوراة؟ سأقرأ لكم الترجمة. النص التوراتي يقول: سأجعل قلب فرعون قاسيا فلا يقبل منك إرسال بني إسرائيل إلا بعد أن أنزل بهم ضربات شديدة تريهم أن الله يملك السيطرة المطلقة في الكون. طيب لماذا الرسالة إذا كنت من البداية مقرر أنه لن يستجيب؟
اضرب وخلاص. في الرواية القرآنية هناك حوار يتعدى فكرة بقاء إسرائيل ببني إسرائيل أو خروجهم، هناك حوار إلى الإيمان. حتى فرعون حاوره، قال فمن ربكما يا موسى، ثم سأله ما بال القرون الأولى، في حوار. حديث فرعون لملأه أنه بدهم يضلوك ويخرجوك عن دينك، مش فكرة أنه بس طيب إن هؤلاء شرذمة قليلون، خلاص خليهم يطلعوا وانتهى الموضوع. وهؤلاء الشرذمة القليلون تتذكروا في الحلقة الماضية قلنا أنه يدعون أن عددهم 3 مليون في أقل الحالات، شرذمة قليلون 3 مليون. طب في الرواية الإسرائيلية بيقولوا الله طلب من موسى أن يذهب لإخراج بني إسرائيل. كان موسى في مدين عمره 80 عاما، فطلب منه رفض واعتذر، وفي الآخر قبل على نفسه الرسالة وذهب إلى فرعون فقط ليقول له أخرج معي بني إسرائيل. في البداية طلب منه طلبا بسيطا. على فكرة قصة أنه قال طلب من ربه أن يعطي الرسالة لهارون أيضا موجودة في التوراة، وأنه كان عنده مشكلة في النطق أيضا موجودة في التوراة، هنا تطابق لا مشكلة في ذلك. طلب من فرعون طلب واحد في البداية، طلب بسيط أن يخرج معه بني إسرائيل إلى الصحراء ليقيموا الصلاة أيام ويعودوا فقط. طب كيف بدك تطلع 3 مليون يومين ثلاثة ويرجعوا؟ متى بدك تلحق تطلعهم وترجعهم؟ هذا موجود النص في التوراة، وهذا يرد على فكرة العدد، على تزييف العدد عندهم. في روايتنا الإسلامية القرآنية الرسالة قائمة على الحجة والمنطق والبرهان، في الرواية الإسرائيلية على القوة والجبر والقهر فقط. وهدف الآيات التي أرسلت إلى فرعون هي لتريه أن الله هو القادر وهو المسيطر، هذا بالنص التوراتي، وليس أن يدعوه إلى الهدى. حتى التسمية في القرآن 9 آيات، الآية هي شيء يدعو إلى الهدى وإلى طريق الصواب. في التوراة عسر مكوت، مكا هي معناها ضربة، المعنى الحرفي لمكا عسر مكوت يعني 10 ضربات، مكا معناها الحرفي ضربة. يعني الحوار والمفاوضات عندهم ليس قائم على الآيات والحجج والبراهين والحق والمنطق، وإنما على الضربات، على القوة المادية، إخضاع الخصم بالقوة العسكرية بالضرب. هذه المفاوضات التي يعرفونها. هل كان المفاوضون يدركون هذه الحقائق؟ هل ذهبوا متسلحين بمنطق القوة؟ هل كانت لديهم قوة يستندون عليها ليفاوضوا هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالقوة؟ من ترحت عريانين على شوفه وطو. 9 آيات، ما هي هذه الآيات 9؟ موجودة في القرآن الكريم. هذه الآيات 9 هي أولا آيات منطقية وحجج وبرهان، وأيضا آيات مادية. الآيات المادية 9، العصا أخرج ألقي عصاك، واليد أخرج يدك من جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وهناك أيضا السنين وهي المجاعة ونقص الثمرات. هذه الآيات الأربعة يضاف إليها الآيات الواردة في سورة الأعراف 133، فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم، 5 آيات مفصلات تضاف إلى الآيات الأربعة السابقة. إذن عندنا اليد والعصا والسنين أي الجدب ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه 9 آيات مذكورة في القرآن. وقلنا آيات لم يكن الهدف منها إنزال العقوبة وإخضاع الخصم، نهنهة الخصم، بضربه عبين ما يستسلم، بضرب الضربة الثانية عبين ما يستسلم. في الرواية العبرية، في الرواية التوراتية اسمها 10 ضربات وليس 9 آيات. 9 آيات حجة ومنطق، 10 ضربات قوة مادية وإخضاع فقط، لا يوجد منطق، لا يوجد حق.
إذن الآيات التسع ذكرناها، ننتقل للحديث عن الضربات العشر، وهي حسب الرواية التوراتية هناك أربع متطابقات مع الرواية الإسلامية الواردة في القرآن، هي الدم والضفادع والقمل، هم يقولون القوارض اللي هي يعني جزء منها الجراد، هذا هنا تطابق، ولكن عندهم هناك ستة إضافية لم يرد ذكرها في القرآن، هي الطاعون والجدري والبرد، البرد المطر المتجمد، والظلام اللي هي مكات حوشخ، انه اصبح ما تشرق عندهم الشمس، ظلام مطلق، والأخيرة البكور، وهي موت جميع بكور بني إسرائيل المصريين، ليس فقط فرعون، جميع المصريين مات بكورهم في ليلة واحدة، أبنائهم البكر. وهذه تقودنا إلى موضوع العقلية الانتقامية، يعني أنت يا فرعون قتلت أبكار بني إسرائيل، فالآن نقتل أبكار المصريين جميعا. أنا شاهدت فيلم قبل فترة اسمه Gods and Kings، وشدني حقيقة حوار بين فرعون وبين من يقوم بدور موسى. يقول له فرعون وهو حامل ابنه طفل في المهد ميت في في في, في يحتضن ابنه الميت، ما ربكم هذا؟ ما هذا الرب الذي يقتل الأطفال؟ أي مجرم من هذا الرب الذي يقتل الأطفال هكذا في المهد؟ حاشا لله أن يكون كذلك. العقلية الانتقامية بدون حد، طفل كبير صغير، إبادة. لا تستغربوا عندما يقتلون الأطفال في غزة، ما ربهم عملها قبلهم حسب روايتهم، هم الجماعة ما عملوا شيء يعني غريب أو جديد أو مستهجن. هنا الخلاف الرئيس بين الرسالات، بين الدين الحقيقي الذي جاء رحمة لكل البشرية، وبين الدين المحرف القائم على القتل والقائم على الجبروت والقائم على القوة العسكرية. نكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. إلى أن ألقاكم، أذكركم بأن بإمكانكم أن تتابعوا البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي، وأهيب بكم إلى عمل سبسكرايب وشير لقناتي على اليوتيوب تظهر أسفل الشاشة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.